بسم الله الرحمن الرحيم. جزء الدكتور إيهاب الخياط أستاذ قسم العقاقير صيدلة سوهاج. إن شاء الله أو الجزء ده أو في المحاضرة دي هنشرح جزء الفلاور، سواء هنشرح الانترودكشن مع الانديفيديوال فلاورز والباودر والأكتف كونستيتوانت واليوزز. طيب أول جزء أو أول حاجة اللي هو هنبدأ بتعريف الفلاور. من ناحية التعريف أو من ناحية يعني إيه فلاور أو من ناحية إيه الجزء اللي بنهتم بيه في الفارماكوجنوزي الفلاور. It is morphologically compressed fertile shoot with modified leaves or floral leaves adapted for production of fruits and seeds. بكل الهدف أو كل العلاقة أو كل فائدة الفلاور من ناحية هي إيه؟ هي عبارة عن جزء مضغوط compressed fertile شوت. فيرتايل يعني خصب، يعني هو مسؤول عن انتاج، هو الافراد الجديده او النباتات الجديده هو المسؤول عن تكوينها. طيب طالما هو جزء مضغوط فهو بجزء فيه تحورات، الليفز او النورمال ليف بتاعت البلانت اللي احنا عارفينها اللي هي الجرين ليف هتتغير الى من حاجه بنسميها الفلورال ليف، تغير في الشكل الحجم واللون. طيب كل وظيفه الفلاور برودكشن اوف فروتس اند سيدز، فيها جواها بيتم بعد ما يتم حدوث التخصيب او فيرتلايزيشن تتكون الفروت، داخل فروت جواها السيدز اللي هي فيها كونتيننج امبريو المسؤول عن تكوين نبات جديد، او اللي هو زي ما احنا شايفين اللي هو بروباجيشن اوف بلانت. طيب في قيمه ثانيه او فائده ثانيه للفلاور ان احنا بنستخدمها من ناحيه التعريف، لو تعريف اي نبات بنتعرف على النبات ده ناحيه جينس وسبيشيز والفاميلي باستخدام الفلاور. كل نبات، كل فاميلي، كل جينس ليهم كاركتر في الفلاور بالتعرف عليها بنتعرف على النبات ده. طيب من ناحيه الاجزاء في حاجه عندنا اللي هو التيبيكال او الايديال فلاور، ليها اجزاء اربع اجزاء: كيليكس، كرولا، اندروسيوم اند جينيسيوم. كيليكس اللي هو الجزء الاخضر بيبقى باين فيه اسفل الفلاور او بدايه الفلاور اللي هو بيمثل البرعم او الغطاء بتاع البرعم لما بتتفرد تفرد الفلاور، هو ده بيبقى الريميننج او الكيليكس which is composed of sepals. الجزء الثاني اللي هو الملون المسؤول عن لون الزهره والمسؤول عن الشكل المميز لكل زهره على حسب النبات اللي هو الكرولا which is composed of petals. اندروسيوم او الميل اورجان، ميل ريبرودكتيف اورجان. ثم اخر حاجه اللي هي الجينيسيوم او الفيميل reproductive organ. طيب واحد واثنين اللي هم الكيليكس والكورولا they are known as non-essential organ. non-essential مش معنى ان هم ما لهمش لازمه، non-essential معنى هم مش هم اللي بيأدوا الوظيفه اللي هي وظيفه الفلاور اللي هو تكوين افراد جديده او حدوث عمليه الاخصاب وبعد كده تكوين الفروت وفيها السيد. فالكيليكس والكورولا مجرد يا اما الحمايه او لاجتذاب الحشرات عشان عملية التلقيح، إنما الجزء الأساسي لعملية الإخصاب وتكوين الإمبريو أو تكوين الفروت بما فيها السيد والإمبريو المسؤول عنه الأندروسيوم والجينيسيوم، هم دول الإسينشال أورجان. كيليكس وكرولا ده النون إسينشال من ناحية الوظيفة مش من ناحية تركيب ملوش لازمة. يبقى من ناحية الوظيفة اللي هي بروباجيشن أوف بلانت أندروسيوم وجينيسيوم they are termed as essential organs. غير كده ممكن يبقى فيه نكتر جلاند سكريتنج شوجري فلويدز او اللي هو النيوتريف فلويد اللي هو بيجتذب الحشرات عشان تمتص الرحيق ده، ومنها لما بتيجي تمتص الرحيق بيحصل عمليه الاخصاب او نقل حبوب اللقاح من زهره الى الثانيه. طيب ده في حاله الكومبليت فلاور. انكومبليت فلاور اذا كان في اي جزء من دول مش موجود، اللي هو اذا كان في سيبلز مش موجود او الكيليكس مش موجود يبقى دي بنقول عليها انكومبليت فلاور. كرولا مش موجودة، موجود بس كيليكس واندروسيوم او كيليكس وجينيسيوم، يبقى دي بنقول عليها برضو incomplete flower. طيب زي ما احنا شايفين الفلاور او الكومبليت فلاور فيه جزء ملون اللي هو البيتلز، الجزء الاخضر اللي تحت اللي هو السيبلز، واللي في النص ده اللي هو الكاربلز او الجينيسيوم، وحواليه الاندروسيوم او الميل اورجان. على الرسم بيتلز كالرد اللي هي الكرولا اللي هو البيتلز كالرد اورجان، والجرين بارت او السيبلز اللي هي بتكون الكيليكس، وبعد كده يجي حواليها الستيمنز او الاندروسيوم اللي هو الميل اورجان بتكون من انثر وفيلمنت، وفي الانثر ده بتكون حبوب اللقاح، والجزء اللي في النص او السنترال بارت اللي هو الجينيسيوم او الفيميل اورجان
بيكون من كاربلز، كل كاربل بتكون ستيجما وستايل والأوفري في الأوفيولز. لما بيحصل فيرتلايزيشن بولين جرين من الأنثر تدخل على تقع الستيجما توصل لحد الأوفيول، يحصل فيرتلايزيشن وبعد كده تكوين الفروت وداخلها السيد. طيب كقطاع لو خدنا قطاع في الفلاور هيبقى بالشكل ده، الجزء اللي بره او اللي هو كان الجزء اللي من تحت او الجزء في بدايه الفلاور اللي هو الكيليكس مكون من سيبلز، وبعد كده الجزء الملون اللي هو البيتلز او الكورولا المحيط اللي بعد كده، وحواليه ويجي بعد كده الاندروسيوم او الستيمنز او الميل اورجان، وفي المركز اللي هو سنترال بارت هيجي الجينيسيوم او الفيميل اورجان. يبقى كده دول بنسميهم الدوائر المتداخله دي بنسميهم فلورال هورس هول او محيطات الزهريه. يعني كل الاورجان مترتب في محيط دايره بيمثل ده الكيليكس، بعد كده المحيط الدايره اللي بعد كده اللي هو البيتلز او الكورولا، هو المحيط اللي بعد كده الميل اورجان او الاندروسيوم، والسنترال بارت او مركز الدايره هيبقى الاوفري او الجينيسيوم. طيب الفلاور فيها نون ريبرودكتيف organs او non reproductive parts اللي هي مش اساسيه لعمليه انتاج فرد جديد او عمليه تلقيح وتكوين الجنين، لكن مسؤول عن جذب الحشرات بيبقى تكون ريحه مميزه زي النكتر جلاند المسؤول عن اللي هي في مصدر الغذاء بحيث يبقى فيه فايده لوجود او لجذب الحشرات. سيبلز يوجوالي يبقى non reproductive او بنقول sterile parts. سيبلز يوجوالي green in color enclosing other floral parts in the bud, they are collectively known as calyx. يبقى هو اللي الجزء الاولاني اللي مع بدايه تكوين الزهره بيبدا يتكون السيبلز، هو المسؤول عن الغلاف الخارجي للبرع. عند اكتمال تكوين اجزاء الزهره يبدا البرع يتفتح وتبدا الزهره تتكون ونبقى شايف تظهر عندنا بالشكل اللي احنا عارفينه. طيب الجزء الاخضر ده اللي كان بتاع البرم هو ده السيبلز، هو المسؤول عن الحمايه واثناء البرم هو الجزء الاخضر اللي موجود في بدايه الفلاور. الجزء الملون او البيتلز او اللي بيدي اللون والشكل المميز لكل زهره يوجوالي كالر فلورال بارتس في الغالب بيبقى ليه لون مميز كولكتيفلي نون از كرولا اللي هو وحده تكوينه البيتلز بيتل مع بعض اللي هي بتكون الكورولا. طيب ريبرودكتيف او مسؤول عن تكوين الامبريو ريبرودكتيف بارتس او ريبرودكتيف اورجان الفيلمنت او الستيمنز ايتش ستيمن ميد اب اوف انثر اللي هو البولن بيرنج بورشن او حاجه زي المحفظه بيتكون فيها حبوب اللقاح وبتتحفظ تتحفظ فيها لحد الوقت المناسب لخروج حبوب اللقاح. فيلمنت او الستيمنز الانثر بيرنج انثر بارت بورن ان توب اوف فيلمنت اور ستوك. طيب الانثر ده محمول على تركيب رفيع اسمه الفيلمنت بحيث يبقى دايما بارز للخارج بحيث يا اما يحصل فيه تخروج حبوب اللقاح للجنس بتاع نفس الزهر او ظهور نباتات تانية. لما تيجي الحشرات يبقى من احتكاكها وتلزق في حبوب اللقاح وتقع على زهره ثانيه او على تمتصح الرحيق من البيتس او من حوالين الجينيسيوم يبقى في اختلاط لحبوب اللقاح مع الاستيجما ومنها تمر الى الستايل والاوفيولز. طيب بيستل نون اللي هو الجينيسيوم او الفيميل ريبرودكتيف اورجان كونسيست اوف اوفري ستايل اند ستيجما. طيب ده اللي هو خلينا نبدا من الاول اللي هو الستيمن الانسر وفيها حبوب اللقاح تتكون وتتحفظ حبوب اللقاح ومحمول على تركيب رفيع اللي هو الفيلمنت ده اللي هو الاندروسيوم او الميل اورجان او الستيمن. الجينيسيوم او الفيميل اورجان الاوفري اللي هو الجزء المنتخل في النهايه في تحتفظ فيه البويضات وبتمر فيه او تلتقي فيه حبوب اللقاح مع البويضات عشان حدوث عمليه الاخصاب. طيب اتصاله بالمحيط الخارجي بيتم من خلال انبوبه اسمها الستايل. نهاية الستايل يبقى جزء سولين او جزء مساحته بتبقى كبيرة شوية بحيث يستقبل اكبر كمية من حبوب اللقاح وبيبقى اسمه الاستيجما. يبقى الجينيسيوم او الفيميل اورجان او الكاربل من الخارج الى الداخل استيجما ستايل والاوفريل كونتيننج اوفيولز. طيب تايب اوف فلاور على حسب
في انواع كتير للفلاور او تصنيفات كتير للفلاور، لكن التصنيفات دي على حسب اما عدد الفلورال هولز او المحيطات الزهريه عددهم قد ايه. المحيطات الزهريه اللي هو الكيلكس والكرولا والاندروسيوم والجينيسيوم، او اذا كان في اكسسوري اورجان. بعد كده نمبر اوف سيجمنت ان ديفرنت اورل، يعني اذا كان الهول او المحيط الزهري بتاع الكرولا طب هو في كام بيتل، فده برضو ممكن يبقى فيه تصنيف. نفس الحكايه مع الكيلكس او عدد السيبلز. نمبر اوف سيجمنتس ان ايتش اورل، بريزنس اور ابسنس اوف سيكشوال اورجان، هل في هي الفلاور دي فيها ميل اورجان ولا في ميل اورجان ولا موجود فيها الاثنين. طيب تصنيف او النوع على حسب نمبر اوف فلورال هولز اللي هو عدد المحيطات الزهريه، هل هم بنتاسايكليك فلاور which is typical case of flower showing five hole. يعني ايه اللي هم الفايف hole؟ كيلكس اللي هو السيبلز، تكون من السيبلز، ثم بعد كده البيتلز بتكون الكرولا والاندروسيوم او الميل اورجان، وثم الجينيسيوم او الفيميل اورجان. طيب دول اربعه، الخامس بيبقى فيه جزء حمايه من قبل السيبلز اللي هو الانفوليوكر او المجموعه من السكيليز، فبتبقى ده المحيط الخامس. طب تتراسايكليك فلاور وين فلاور شوينج فور هورز، اللي هم الاربعه الاساسيين اللي هم سيبل بيتلز اندروسيوم اند جينيسيوم، دول عددهم اربعه، يبقى الفلاور دي بنقول عليها تتراسايكليك. اذا كان الاندروسيوم مش موجود او الميل اورجان مش موجود، هيبقى الموجود عندنا سيبلز كرولا والجينيسيوم او الفيميل اورجان، فدول ثلاثه، يبقى الفلاور دي بنقول عليها تتراسايكليك فلاور. طيب اذا كان في كلاس او في كلاسيفيكيشن ثاني او نوع توصف ثاني للفلاور على حسب عدد السيجمنت في كل محيط زهري، عدد المكونات او الوحدات البناء في كل محيط زهري، يعني المحيط الزهري بتاع الكرولا طب يتكون من بيتلز، طب عددهم كام؟ ده بيبقى في نوع. او اذا كان كل المحيطات الزهريه ليها نفس العدد، والنمبر اوف سيجمنتس اللي هو رقم 2، نمبر اوف سيجمنت ان ديفرنت هول، نمبر اوف سيجمنتس ان ذا ديفرنت هول ار ذا سيم، عندي اربعه سيبلز اربعه بيتلز في فور ستامنز مع الجينيسيوم سنترال. طيب في الحاله دي بنقول عليها دي ايزوميرس فلاور. نمبر اوف فلورال هولز ار ان ايكوال فلاور تيرمد از هيتيروميرس فلاور، يبقى اذا كان عدد مكونات كل محيط زهري متساوي في كل الاجزاء، يبقى دي بنقول عليها ايزوميرس، ايزو يعني متساوي، يبقى دي ايزوميرس فلاور. اذا كان مختلف ثلاثه سيبلز واربعه بيتلز والاندروسيوم مثلا الخمسه او سته، يبقى بنقول عليها في الحاله دي هيتيروميرس فلاور. طيب نمبر اوف سيجمنتس ان ايتش هول، نمبر اوف ممبرز ان ايتش فلورال هول از it is three flower known as or described as trimerous flower. tri يعني ثلاثة، يبقى في عدد كل segment هيبقى ثلاثة سيبلز ثلاثة بيتلز وثلاثة أندروسيا. إذا كان العدد خمسة فبنقول عليه pentamerous and less frequently four. في الغالب العدد أربعة بيبقى أقل أو مع عدد قليل من النباتات، في الحالة دي بنقول عليها tetramerous flower. when it is two flower described as dimerous، ده من حيث عدد number of segment in each floral horse، في كل محيط زهري ده بيتكون من كام وحدة بناء؟ بيتكون من خمسة يبقى ده خماسي أو البنتاميرس، أربعة يبقى ده تتراميرس، ثلاثة يبقى ده التراي، وآخر حاجة اللي هو dimerous flower. presence or absence of sexual organ، طيب من ناحية الاسينشال بارت، اسينشال فلورال بارت اللي هم المسؤولين عن الوظيفه، المسؤولين عن عمليه الاخصاب، اذا كان موجود ستيمنز او الاندروسيوم والجينيسيوم الميل والفيميل اورجان، في الحاله دي الفلاور بنقول عليها دي هيرمافرودايت فلاور او باي سيكشوال. اذا كان الاثنين مش موجودين فيبقى دي ستيرايل او عقيمه او نيوتر فلاور. اذا كان واحد بس موجود على حسب هل هو الميل اورجان او الفيميل اورجان، واحد بس موجود يبقى بنقول عليها يونيسيكشوال فلاور. طيب اذا كان containing only male organ فمن الفلاور دي بنقول عليها staminate flower، اذا كان female organ بنقول عليها pistillate flower.